وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما هو ضابط القنوت في الصلوات الخمس؟ وهل ما يحدث الآن في دول الإسلام مثل سوريا وفلسطين وما يحدث في مصر من فتنة وعدم استقرار الأمن في البلاد، هل يجوز فيه القنوت؟ هذا يرجع فيه إلى الإفتاء، إذا صدرت فتوى من الإفتاء بالقنوت يقنطون. نعم.